طيب احنا الفقرة دلوقتي بقول لكم اهو من البداية، اللي عايز يكلمنا يحضر نفسه كده عشان معايا مفسرة الأحلام سماح العجمي. فشرفتيني وأنستيني حبيبتي انت اكتر، ودايما الناس تسلميلي. بتزعل في الفقرة دي لأن بيتصلوا بتبقى الفقرة زمانها خلص. عايزين نقول بس انا بتكلم بسرعة عشان الحق أيوة افسر كل الأحلام طبعا يعني. طبعا طبعا، احنا بيبقى معانا ضغط جامد جدا. بحاول قوي. شرفتيني حبيبتي تسلميلي، انا وإيه مبسوطة ان القمر انا ده؟ معاكي. انت القمر. ربنا يخليك يا حبيبتي. عايزة أسألك بس في البداية كده، في احيانا بنحلم باحلام ليها دلالات ممكن تبقى مش لطيفه قوي وتستوجب علينا زي ما دايما تقولي لازم نطلع صدقات. حاجة مقلقة يعني، صح؟ تمام. ايه بقى؟ نبتدي بسم بسم الله الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاة تنحل بها العقد اللهم وتنفك امين. بها الكرب وتفتح لنا بها أبواب الستر والصحة والرزق يا رحمن. في دلالات كتير، في أحلام مثلا تشوفيها ما بتبقاش كابوس، يعني هو ما بيبقاش كابوس، بيبقى حلم بس بيبقى مقلق. زي مثلا أقول لك دلالات منها، لو حد شاف نفسه اتعور أو اتجرح في المنام وما نزلش دم. والله تمام. نزول الدم لما حد بينزف دم في المنام بيبقى خير ورزق. يا سبحان الله. اوكي. لكن جرح من غير دم ده معناها ان هو هيتوجع، والوجع ده هيجي نميمة، غيبة، حد هيتكلم في سيرته مثلا وسمعته، حد هيأذيه بالكلام، مش شرط أذى ان هو يجرحه، يعني جرح يعوره. أصعب أنواع الجروح دي لما تبقى في الوجه. يعني واحد حلم بانه مثلا اتعور في اتعور، وشه او انجرح في وشه. بتبقى انه حد هيتأذي، اذى هيكون ظاهر، اذى هيكون قوي، لان اكتر حاجة الجرح اللي هو بيبقى في الوجه ده ما بيتدرش بسهولة يعني غير الجسم. مثلا كمان لو حد شاف اي حيوان مفترس وقدر عليه، اللي هو مثلا اذاه، زي مثلا اسد اذاه، او مثلا معرفتش اهرب منه، معرفتش اجري منه، هو لحقني وخلاص. بالظبط، هو اللي كان طيب اقوى. في سؤال برضو عندي، اللي يحلم بمتوفي، يعني في احد الشخوص اللي انا بحترمهم جدا الحقيقه بس ما التقيتش بيه في حياتي غير عابرا كده، يعني سلام كده يعني سريع، يعني هو الاستاذ الله يرحمه ياسر رزق، ده صحفي العظيم الله الكبير ورئيس يرحمه. مجلس اداره اخبار اليوم السابق. انا الراجل ده قعدت تقريبا 3 ايام احلم بيه بشكل متصل، واحلام كانه عايش، فبيني وبينك بصحى انا حلمت بيه ليه؟ يعني غريبه، واحنا ما كناش اصدقاء ولا 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 في صلات قويه بينا، بس هي زوجته صاحبتي جدا. تاني يوم احلم بيه، تالت يوم احلم بيه، لحد ما يعني وجود متوفي بيجي لك باستمرار. متوفى اسمه ايه؟ ياسر قلت رزق. ايوه تماما. لا انا عارفه الاسم، بقول لك هو اسمه يفسر بقى الاسم ياسر يسر. رزق، اللي هو اليسر، السهوله في الرزق. تمام. ان هو عايش، هو اوريدي عايش بايه بقى؟ باللي كان بيعمله، بكتاباته مثلا، وعلى فكرة بيجي لي في الحلم مشرق، يعني مش بيجي. والمتوفى لما يجي لك في المنام شكله حلو، دي بتبقى هيئته في الاخره. يا ما شاء الله، ربنا تمام. كل ما جه يرحمه ويغفر ليه. يعني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، لما كل ما يجي مثلا مبتسم، وشه ما شاء الله رايق، مش زعلان، لا مش زعلان. طب مش يعني خير ده. تعبان، بيبقى خير طب انا جدا.